فلو اي انسان في الدنيا قدر يحقق اي شيء انا وانت ممكن نحققها، بس في شروط. الشرط الاولاني تكون تهمك، عايز تحققها انها تهمك فعلا تحققها. تاني حاجه تتعلم تحققها ازاي. تالت حاجه تحطها في الفعل. رابع حاجه تقيمها. وخامس حاجه تكون ملتزم بيها. وسادس حاجه ما تسيبهاش اطلاقا لغايه ما تحققها، هتوصل زي اي حد تاني. عشان اتخبطت مره تقول اي لا، هي مش كده، ده انت ربنا خلقك احسن مخلوق، خلقنا الانسان في احسن تقويم، سخر لك السماء والارض وما بينهما، وادالك مخ اغلى خلق الله عليه، وادالك هديه، عاوز ايه تاني؟ ادالك الجذور. لكن الناس بتدعي للمحصول. كل يوم بتتعامل مع ناس، طب اتعامل معاهم صح. كل يوم بتشتغل شغل، اشتغل خليك احسن حاجه في شغلتك. كل يوم عاوز تنتج، انتج احسن انتاج. يقولون بان البشر ملاعين، باننا فقدنا طبيعتنا الانسانيه، بان وسائل التواصل الاجتماعي قد افسدتنا، وبانه لا مستقبل لكوكبنا. انا لا اشاطرهم الراي، انا اؤمن بان البشريه مليئه بالامل، وبان خلاصنا يكمن في كل واحد منا. اسمي اسماعيل، وعملي هو تحفيزكم عن طريق شخصية تفكر بشكل مختلف وتعيش بشكل مختلف. قصصهم سوف تغير طريقة تفكيرك وتجعلك تتساءل حول اختياراتك، وربما تلهمك لتصنع التغيير. التحق بنا، لأننا معا نصنع أشياء تستحق المشاهدة. أهلا وسهلا بكم إلى لمسات في هذا العدد الجديد، عدد خاص سنستضيف من خلاله واحدا من أكبر صانعي المعرفة بالذات في العالم، إنه الدكتور إبراهيم الفقي. دكتور إبراهيم الفقي، أهلا وسهلا بك. أهلا بك. سد دكتور إبراهيم الفقي، كيف يمكن لشخص واحد مثلك أن ينجز ما أنجزت؟ كأن الأمر يتعلق بمجموعة من الرجال ومتقنين لعلوم كثيرة. السؤال ممتاز، لأن كل واحد فينا عاوز استراتيجية محددة عشان ينجح. وإذا كانش فيه استراتيجيات، أنت عارف عندنا استراتيجية عشان ننام، وعشان ناكل، وعشان نكتاب، وعشان نتنرفز، وعشان نتشائم، وعشان ننجح. فأنا بالنسبة لي كان من ضمن الحاجات المهمة جدا توكلي على الله سبحانه وتعالى. دي بالنسبة لي كانت أول حاجة. بعد كده الأخلاق، إن أنا أوصل لمرحلة يكون أخلاق عالية. بعدها على طول إن أنا أوصل إيه أهدافي. فمن صغري كان عندي هدفين. الهدف الأولاني إن أنا أكون بطل مصر في تنس الطاولة، والهدف الثاني أكون مدير عام أكبر فنادق العالم. طبعا أنت عارف لما تقول حد الكلام ده وأنت عيل صغير يضحكوا عليك، يا ابني مش انت مجنون وبتاع، والعيلة يقولوا عليك متخلف، ضل دارك في العيلة وفي المدرسة يضحكوا عليك. ومع ذلك برضو كل يوم كنت أقرأ أكتر، كنت أفتش، كنت أدور على اللعيبة اللي هم أقوى ناس في مصر، أحاول أتعرف عليهم، أحاول أتقرب منهم. وشوية شوية 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 بتتعلم. لما عارف في واحد قال لي الكلام ده، كان من مدرسين أنا شخصيا في أمريكا، الراجل ده قال لي لو عاوز تكون ناجح ادرس النجاح، لو عاوز تكون سعيد ادرس السعادة، لو عايز تكون متزن ادرس الاتزان. الكلام ده جالي بعدها بفترة، لكن من صغري أنا كنت بعمل كده. أما أشوف مثلا لعيبة مصر بيعملوا إيه، بيتحرك إزاي، رجلي اليمين فين، قدام ولا ورا، كبير ليه، بياكل ايه، بيتصرف ازاي، بيقول ايه، لما يكون متنرفز بيتصرف ازاي، عنده مشكله بيعمل ايه. وشويه شويه فتبص تلاقي ان اول حاجه توكل على الله سبحانه وتعالى، الاخلاق العاليه. بعدين على طول يكون عندك اهداف، من الاهداف تبدا تكتبها وتفكر فيها وتكتبها على ورقه صغيره. كنت اقراها كل يوم قبل ما انام، واقراها كل يوم اول ما اقوم من النوم، وكل يوم اتحرك خطوه صغيره على الاقل عشان احقق هدفي. فده اللي انا بقوله، ان الاحلام باستمرار بتتحقق، الأهداف باستمرار بتتحقق. كل ما في الأمر أنت لأنهي درجة وصلت المرحلة أنك ما تسيبش هدفك أبدا، ما تسيبش حلمك أبدا. فأنا حتى اللي بيشتغلوا معايا عندي في المركز الكندي دلوقتي عارفين لما يكون عندنا أهداف مش ممكن هسيبه إطلاقا إطلاقا، بخطط له صح. لو التخطيط مش مظبوط بيكون عندنا تخطيط مختلف، بنبدأ نراجع، بنقيم، بنعدل، لكن مش ممكن هسيب الهدف، لازم أوصل له. لأن إذا كان حد في الدنيا وصل لهدفه، ليه لا أنا وأنت؟ فإذا كان حد عملها قبل كده يبقى أنت أحسن، لو حدش عملها يبقى انت الاول. فالواحد لما يفكر بهذا الاسلوب ما تقعدش تقارن بينك وبين حد، بتركز على هدفك. فده اللي انا بعمله باستمرار. يعني دلوقتي انا عندي اهداف، يوم لما فكرت ان انا اجي في الشرق الاوسط بالتنميه البشريه، مش سهله. انت عارف عشان تنجح بره، وناس كتير جدا تقول لك النجاح بره سهل، طب سافر بره
بعدين يجيني خبر احنا نمرة اكتر، احنا 32 او 34 في الاعمال العالمية. يعني عندك اليابانيين وعندك الفرنسويين وعندك السويسيين وعندك الألمان والسويديين والامريكان، على ما يوصلوا لنا احنا نمرة 34، وجوه كلنا بنتنافس سوا. ففي الجزائريين والمغربيين والمصريين والسوريين كلنا في نمرة 34. فلما انت تطلع فوق قدامهم ليه؟ يبقى لازم تكون مختلف تماما، لازم تعرف تعمل فلوس، لازم تعرف تتكلم لغتهم، غير كده لازم تكون متزن تماما عشان توصل لمرحله مستمره في الزمن، ولا توصل لفوق وبعدين تقع تاني من اول وجديد. فانا باستمرار اهدافي كانت التميز. انت عارف من ضمن اسئله التميز اللي هي رائعه، قبل ما تنام بالليل اعمل لسته، ايه الحاجات اللي عملتها النهارده صح وايه الحاجات اللي عملتها النهارده غلط، ولو الله سبحانه وتعالى اديني يوم جديد اعمله تاني احسن من كده ازاي. فانت بتشوف ايه اللي غلط وتظبطه وايه اللي صح وتحسنه كمان فيوم الجديد. فباستمرار بتقيم، باستمرار بتحسن نفسك. فده اللي انا بعمله باستمرار، وده اللي انا بعلمه للناس. فلما حد يجي يشتكي، ما انت بتشتكي مش بتشتكي؟ طب في خلال ما انت بتشتكي بتحقق هدفك؟ طبعا لا. طب بتشتكي ليه؟ ما تضيعش وقتك في الشكوى، لانك في خلال ما انت بتشتكي في انسان تاني عايش حلمك انت، سايق سيارتك انت، عايش في فيلتك انت، مع الفلوس اللي انت عايزها، مع الزوجة يمكن اللي انت عايز تتجوزها، الله أعلم. فلازم تاخد بالك في خلال ما انت عاوز تعيش وتنجح وبتشتكي مش هتوصل للي انت عايزه. فانا ما ضيعش وقت في كلام الفارغ. الوقت انت عارف فيه مثل يقولك ازاي، كل يوم يصبح فيه الانسان يقول انا يوم جديد على عملك شهدت فاغتنمني، لان لا ولن اعود الى يوم القيادة، يوم القيامة يما هشهد معك يما هشهد ضدك. عشان يمكن سمعتك تقول عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك. أنا كده ما ضيعش لحظة في حياتي. لو عايز أتفرج على حلقة الحاكم متولي وأشوف أربع ستات، يمكن يكون عندي أربع ستات أنا كمان في يوم من الأيام، فشوف بيعمل إيه ده. أنا اتفرجت على التلفزيون، بعد ما أخلص أقفله، وإلا أنا بضيع وقتي على الفاضي، ما بعملش حاجة، ما بنتكش، أنا بس عمال أتفرج. بتفرج على إيه؟ ولا حاجة، بس بتبص، فبضيع وقتك على الفاضي. أنا ما ضيعش وقتي. كل أسبوع عندي 7 كتب لازم أقراهم. كتاب يوميا على طول، كل في كتاب يوميا، القراءة السريعة عندك قدرة استيعاب طبعا. اديني اي كتاب اخلصه لك في ساعتين وبعدين اسألني زي ما انت عايز. ده مش كده وبس، ده انا كمان بطيء بالنسبة للسرعة العالمية. يعني في ناس ممكن تقرأ الكتاب كله فأقل من، ما فيش كتاب كله أقل من 3-4 دقايق. في النهاردة القراءة السريعة، القراءة التصويرية، القراءة بالكوانتم. فتعلم الحاجات دي، ما تقعدش مثلا واحد يقول لي يا راجل معقولة انت تعرف الحاجات دي؟ طب بتحكم عليها ليه؟ ما تحكمش على حاجه وانت ما تعرفهاش. فانت بتضيع وقتك، ممكن تقعد تقرا كتاب في 30 يوم انا هخلصه في ساعتين، انت بتضيع وقتك على الفاضي. فدوس لا باستمرار. انا من النوع اللي ما بضيعش وقتي. وطبعا في فرق، انت عارف انا اول ما بدات اتكلم في برنامج من البرامج التلفزيونيه قال لي الدكتور الانا دي، الانا دي اللي انا كنت بقى بتكلم على حب الذات وحب النفس، قالوا لي مش معقول، والانا دي انا سلبيه والله ما اعوذ بالله مش من الانا والكلام ده كله. في الانا الأنا نية والأنا اللامنتهية. الأنا نية ما فيش اللانا، الأنا اللامنتهية معجزات في معجزات في معجزات من الله سبحانه وتعالى. فأنت بتحب الله عز وجل فبتحب معجزاته، بتحب هدايا اللي أنت تعرف. معظم الناس ما بيتقبلش نفسه، ما بيحبش الشخصية دي، ما بيحبش الشكل ده. اسأل أي حد، بتحب مناخيرك؟ بتحب ودنك؟ بتحب عينيك؟ بتبص في المرايه وتقول لنفسك ايه؟ لو انا مش مبسوط من نفسي هسالك سؤال، اول مره سمعت صوتك حبيته؟ اول مره ما انبسطتش منه مش كده؟ لان كلنا متعودين نسمع صوتنا من جوه لبره، ففاكر نفسك ام كلثوم سوبرانو اخر حلاوه، وبعدين تسمعه من بره لجوه، والواحد يكتشف ان في ضفدعه عايشه معاه بقالها سنين. عارف لو انا مش مبسوط من صوتي يبقى الناس تنبسط منه ليه؟ فده ضعف في تقدير الذاتي، ان انا مش متقبل حاجه فيا. يبقى لازم اتعود على صوتي، لازم اتمرن، لازم لغايه ما ارتاح لصوتي. لو انا ما ارتاحش لصوتي همشي في الدنيا وفي حاجه مش مريحاني. دكتور عندما تنظر الى نفسك في المراه وانت الذي انجز كل هذه الانجازات، ماذا تقول لك المراه؟ اليس هناك رساله تصلك عن النرجسيه مثلا؟ انت عارف حضرتك مع الوقت، انا في الاول لما تيجي تبص في المرايه بتشوف حاجات خارجية، بتشوف شكلك وعينيك وشعرك وجسمك. مع الوقت والدراسات دي كلها، أنا قريت 7000 كتاب وحضرت الوقت 32 دبلومة. فلما بتشوف ما بتشوفش، بتشوف جوه. أنت ما بتشوفش الصورة الذاتية، ما بتشوفش المعجزات اللي جوه. أنا ببص للعينين وأقول سبحان الله إنها بتميز 10 مليون لون في الحال. بتبص لشكلك وتقول حاسة الشم عندها القدرة
إنها تستوعب أكثر من 7000 حاسة شم في الحال. حاسة التذوق منقسمة لثلاث أقسام، ده اللي أنا بشوفه دلوقتي. فبتشوف معجزات في معجزات، فلما تشوف تقول سبحان الله وبحمده، الحمد لله رب العالمين ان انا قادر امشي وبفكر، قادر افكر كده، وربنا سخرك عشان تساعد الناس. فده اللي انت بتشوفه، بتشوف الروعه الداخليه اكتر من الجزء الخارجي. كنت تمارس التنميه البشريه قبل ان تعرفها طبعا. انت تكتب اهدافك ثم تحقق هذه الاهداف. عارف حضرتك زي ما انا قلت لك من شويه ان اي انسان ناجح في الدنيا، هسالك هيلتون اللي عمل شركات هيلتون في العالم، لما سالوه ازاي وصلت للشركات دي؟ قال لهم كنت عارف ان انا اكون عندي شركات باسمي، اسمها هيلتون في العالم كله من صغره وهو عنده 4 سنين. انا شخصيا كنت عاوز اكون مدير عام اكبر فنادق العالم، وانا عندي 6 سنين كنت بلعب مع الاولاد فندق هوتيل، وكنت انا مدير عام هذا الهوتيل. من اين جاءتك فكره مدير اوتيل؟ من اين جاءت؟ لان كنت بسافر مع والدي الله يرحمه، فكان هو بيسافر كتير وانا كنت بسافر معاه، فكنت بيفرجني على الفنادق واخش لقيت الناس رايحة جاية وجنسيات ولغات، ويعني شغل أكنك بتسافر العالم كله من نفس المكان. بدأت تنشأ من صغري، قلت هكون مدير أكبر فنادق العالم في يوم من الأيام، وطلعت فكرة في دماغي من ساعتها. وبعدين تعرف وقتها لما نخش معهد الفنادق بالنسبة لنا في وقتها في سني أنا كان عيب، كان عيب معهد الفنادق اشتغل إيه؟ هشتغل جرسونة؟ تروح تتجوز يقول لك بتشتغل إيه يا حبيبي؟ كابتن إيه كابتن؟ يعني سمكة؟ امشي يلا بتنام بتتجوز. فإحنا كنا كده. أنا كنت النهاردة كلية الفنادق سموها كلية الفنادق بتاخد 94%، بس كان لازم تبدأ على كتاب حد في مكان ما، فكنت أنا وأصدقائي. فبدأنا شوية 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 زي ما بقول باستمرار. والدتي الله يرحمها كانت عايزين أكون ضابط بحري ولابس يونيفورم، والدي الله يرحمه كان عايزني أكون ضابط طيران ولابس يونيفورم. دخلت معهد الجرسونات وجبت لهم يونيفورم الجرسونات، فكانوا مش مبسوطين عشان كنت ضارب بالنسبة لهم. أنت عارف لما دخلت مع الفنادق العيلة قالت إن أنا مجنون. لما خدت مركز كبير بدأوا يبصوا لك بشك، لما سافرت بره قال لك فعلا مجنون، لما بقيت مدير عام والدتي الله يرحمها قالت لهم شايفين ابني اكتر واحد عبقري فيكم، ولما سبت الفنادق واشتغلت شغلانه تانية قال لك ده ضارب، ولما شافوني في التلفزيون قالوا الله ده عبقري بقى. فالناس باستمرار، عشان كده بقول للناس باستمرار، انا بالنسبه لي انا عارف هدفي فين، بكتب له اسبابه، بتكل على الله سبحانه وتعالى. مش ممكن هسيب هدفي، هكون مرن في اسلوبي، هكون ملتزم بهدفي لغايه امتى؟ لغايه ما احققه. المؤثرات الخارجيه لا تؤثر في الانسان، تخليه اقوى. انت عارف وعلى هذا الاساس لما بتنجح الناس تقول لك عندك شغلانه عشاني عاوزك تشغله معاك. تعرف يوم من الايام رحت مونتريال وبعدين ما كنتش بشتغل لان كانوا طردوني، كنت كل ما اشتغل شغلانه يطردوني، يعني كل مكتوب على وشي هو جه تعالوا اطردوا. ومع ذلك برضو مشيت في الشارع قلت في يوم من الايام هكون اقوى مدير عام في امريكا الشماليه، مش بس مدير عام عادي. ورحت مطعم، المطعم ده الراجل قال لي تعالى يوم الاثنين عشان تبدا، كنا يوم الخميس. رحت لابس لبسي العادي، وبعدين قال لي انت ايه اللي جابك هنا؟ قلت له مش انت قلت لي ايه عشان اشتغل؟ قال لي انت ابني ما تفهمش، انت عمرك ما هتنفع في المهنه دي. خرجت من عنده قررت قرار تاني، اول مركز مدير عام حازم الراجل ده على الغدا، الراجل ده بالذات. واول ما خدت مدير عام اكبر فنادق العالم هايت ايجنسي كنت مدير عام، كان 25 مليون دولار في الشهر، كان عندي 2000 عامل. اول واحد عزمته كان الراجل ده على الغدا، طبعا نساني. واول ما جه الغدا فكرته عشان ما ياكلش، وبعدين انا اكلت اكل بعد كده. فتبص تلاقي قال لك ايه ده، معقول اوصل للمركز ده؟ طبعا انت ما عندكش فكره عن قوه الانسان اللي محدوده لديها الله سبحانه وتعالى. وشويه شويه سنه 90 خدت جائزه احسن مدير عام في امريكا الشماليه في الفنادق، وسنة 92 سبت كله وبدأت شغلانة تانية ما عنديش فكرة أنا بعمل إيه، لأن عارف الله سبحانه وتعالى بيجهزك باستمرار. فممكن تكون نفسك تعمل حاجة طول عمرك، ولما توصل هناك تلاقي في حاجة تانية مستنياك، فما تزعلش، ما تقعدش ترجع تعمل نفس الشيء نفس الشيء القديم، حتى نفسك بقيت بتعيس. الذين يشاهدونك يعجبون كثيرا بهذه الإنجازات، ثم نكتب نحن تقديما لهذا الشخص نقول الدكتور إبراهيم الفقي رئيس المركز الكندي في التنمية البشرية. حدثني قليلا عن هذه التنمية البشرية، عن البرمجة اللغوية العصبية، ما هو هذا العلم؟ طبعا التنمية البشرية لما نيجي على التنمية معنى كده الإنسان البشر بينمي نفسه من كل ناحية، فالتنمية البشرية الإنسان ما بيبطلش فيها إطلاقا باستمرار، أنت بتنمي نفسك. الـ NLP أو البرمجة العصبية طلعت في أسواق العالمية من حوالي 62 سنة 64 سنة بالتحديد، فطلعت في جامعة سانتا كروز. كان في مجموعة من العلماء بيشتغلوا عليها، لكن كان في 2 أساسيين هم اللي كان عندهم حب الاستطلاع فيها،
وبعدين بدأوا يعملوا حاجة اسمها لغة التغيير. إزاي ممكن نعمل إدراك يختلف للإنسان اللي قدامنا بحيث بدل ما بيفكر بطريقة سلبية يفكر بطريقة إيجابية، ومبنية على حاجتين: حب الاستطلاع وتمثيل النموذج البشري المتميز. يعني معنى كده ايه؟ لو في نموذج بشري متميز وانت تعرف استراتيجيته، يعني ترتيب افكاره تحركاته وتعبيراته واعتقاده وقيمه، وتكتبها في ورقة وبعدين تندمج معها وتظبطها عليك وتحطها في الفعل، ممكن جدا توصل لنفس النتائج. فيقول لك لو كان انسان ناجح وعرفنا استراتيجيته وحطناها في الفعل، هل ممكن نكون ناجحين زيه؟ ولو انسان فاشل وعرفنا استراتيجيته وما عملناهاش، ممكن نتفادى الفشل؟ فهي كلها حب واستطلاع. وبعدين طلعت البرمجة العصبية. انت عارف انا يمكن اول واحد بفضل الله سبحانه وتعالى ترجمتها، كان اول مانيوال ينزل في العالم باللغة العربية، لانه ما تترجمش، فكان لازم احط حد قدامي واشرح حاله بالتفصيل. لما جيت درستها كان من حوالي 25 سنة، كنت لوحدي، كان معايا 85 من العالم كله، لكن لقيت، كنت انا وقتها مدير عام، لقيت التغيير اللي حصل لي في اعتقاد معين، قلت يبقى لازم هستوعب هذه المعلومات، ودخلت فيها بالتفصيل الممل. انت عارف العرب احنا متعودين على الدراسات الثانوية العامة والكلكية دي، فعارف، فدخلت فيها بعمق، بعمق شديد. يعني الممارس عملتها 4 مرات، الممارس اول عملتها كذا مرة، فكنت مش حكيت ان انا مش فاهم، عايز عارف، عندك تعطش، عايز تعرف المعلومات اللي بتعمل تغيير في حياة انسان، وبالسرعة دي وبالفعالية دي بتقولي المعلومات دي. فجيت هنا قلت لك دلوقتي يعني ايه برمجة ويعني ايه لغوية، يعني عصبية. عارف كلمة برمجة بتيجي من العالم الخارجي، لان انت عندك برمجة جات لك من الاب والام، ده الاول ناس، وبعد كده المحيط العائلي اخواتك وعيلتك، بعد كده خرجت بره المحيط الاجتماعي اللي هي الناس في الشارع، وبعدين بعد كده رحت المدرسة، الناس في المدرسة اللي هم الاطفال والمدرسين، وبعدين الاصدقاء، وبعدين وسائل الاعلام، وبعدين انت زودت عليهم. فدي برمجة. فبرمجة عشان جاي من العالم الخارجي ممكن تتغير. اللغوية اللي هي اللغة الداخلية واللغة الخارجية، أنا واشي بكلمك بكلام، فأنت بتاخد مني الكلام، لكن في عمق هذا الكلام اللي هي قيمي اللي وصلتني لهذا الكلام، واعتقاداتي وإدراكي وأفكاري ومعنى الأشياء بالنسبة لي وتحركات جسمي وتعبيرات وجهي، دي اللغة الداخلية. فاللغة الخارجية لا تمثل أكثر من 7%، اللغة الداخلية 93%. فالناس مركزة على السلوكيات، لكن السلوك ده ولا حاجة، انت ما انتش سلوكك ولا انت اعتقادك ولا انت افكارك، انت احسن مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى، فلازم افرق بينك وبين سلوكك. فلان البي قالت لك فرق بين الشخص وبين سلوكه، فكان معلومة كويسة. فهذه البرمجة وهذه اللغوية العصبية اللي هي الجهاز العصبي والحواس الخمسة، ان الجهاز العصبي ياخد المعلومات وتترشح في الحواس الخمسة، وبعدين تديها معنى، وبعدين يكون في اتصال مع العالم الخارجي. يعني بقول لك البرمجة العصبية هي لغة التغيير. حديثا مفصلا عن القواعد الذهبية للان ال بي او البرمجة اللغوية العصبية، معي الخارطة ليست الحدود، اولا ما معنى هذا؟ اوكي، هي لما تقول لك الخريطة ليست هي المنطقة، يعني ايه الخريطة ليست هي المنطقة؟ من اول ناس اللي كلموا في الحاجات دي واحد اسمه كيرزابسكي، عمل كتاب اسمه مينتال سيمانتكس، راجل روسي. يعني ايه خريطة او المنطقة؟ انا لما جيت وبدات ارتبهم ما حطيتش الخريطة ليست المنطقة نمرة واحد، ما حدش هيفهم حاجة. فأول حاجة رحت كاتب فيها الافتراضات احترام وتقبل الآخرين كما هم، لأن أنت عندك مفهوم ذاتي مختلف عني تماما، عندك قيم واعتقادات وأفكار مختلفة عني تماما، فلو فاكر أنك زيي هنختلف، بس لو ركزت على سلوكك هنختلف برضو. أنا عاوز أفكر، فلما أجي أقولك دلوقتي احترام وتقبل الآخرين كما هم، معنى كده أن أنت معايا في أمان وضمان، أنا بحترمك زي ما أنت، أنا بحبك زي ما أنت، أنا مش هنا عشان أغيرك، ممكن نختلف في الرأي، لكن أنا موافق أن أنت أحسن مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى، فأنا بحبك في الله. الخريطة ليست هي المنطقة، الخريطة هي الإدراك، المنطقة هي الحياة. فخريطتك ما هيش الحياة، دي حياتك أنت، فلما تغير خريطتك اللي هي إدراكك في حياتك، الحياة تتغير. عشان كده بعض الناس يقوم الصبح يقول لك الحياة رائعة، اليوم اللي بعده الحياة مش كويسة. لا، الحياة ملهاش دعوة، دي حياتك أنت. إيه السبب؟ خريطتك اللي هي إدراكك أفكارك. فأنت أي حاجة تدركها بتبقى حياتك في الوقت الحاضر لما تغير إدراكك. عشان كده عارف لما حد يكون تعبان نفسيا لسبب، انا مثلا في فتاه بتبعت لي ايميلز وتعبانه جدا نفسيا وعماله تلف وتدور حوالين نفس المشكله، كل ده ليه؟ بقى مش متجوزه، ومجرد ما اتجوزت بعتت لي قالت لي حياه بقت كويسه. لا، استني لما تتخانقي معاها، لان لسه في حاجات تانية، في تحديات تانية جايه في السكه، وبعدين اختلفت فعلا وطلقت، الحياه بقت وحشه تانية. هل هي دي الحياه؟ هو ادراكها علي ان تتزوج مره ثانيه. مظبوط، هي ادراكها، مجرد ما اتجوزت فاقت
وبعدين لما اتخبطت على قفاها فاقت تاني، فتبص تلاقي التحديات باستمرار. فالتحديات بتأثر في إدراكك، وإدراكك يأثر في حياتك. مش معنى كده ان هو ده الحياة، ده إدراكك انت. فلما تغير خريطتك تغير منطقتك، لما تغير إدراكك تغير حياتك. عشان كده لما نيجي نتكلم انا بقول الناس باستمرار طبعا حسب الان اللي فيه قالتك من ضمن افتراضاتها. وليه قالوا افتراضات؟ عشان لو تتحدى يقولك انا بفترض، عشان كده اسمها افتراضات. فاحترام وتقبل الاخرين كما هم، الخريطه الاساسيه المنطقه، بقى يقول لك كل انسان له في تاريخ ماضي كل ما يحتاجه لتحسين حياته. دي معناها ايه؟ انت عندك ولو مره على الاقل كان في خشوع، ولو مره على الاقل كان في ثقه، ولو مره على الاقل كان في تسامح، ففي حياتنا ولو مره في كل شيء. فلو رجعت للماضي وخدت استراتيجيه اللي انت عملتها وتكررها تاني هتديك نفس النتائج. عشان كده بقول لك الافتراض اللي بعده، كل انسان بيختار احسن اختيار له في الوقت ده. معناه ايه؟ هل ممكن حد يقول لك تعرف انا خدت قرار في الماضي كان قرار سلبي جدا وكان متضايق عشانه؟ دلوقتي تساله السؤال، لو رجعت تاني للماضي تتصرف بنفس الطريقه؟ يقول لك لا، يبقى انت اتعلمت. لولا هذا القرار ولولا هذا الخطا ما كنتش اصبحت احسن. يبقى لازم تحترم الماضي. فبص لي خامس حاجه بعد، شايف انت؟ احترام وتقبل الاخرين كما هم، الخريطه الاساسيه للمنطقه، كل انسان له في تاريخ ماضي كل ما احتاجه راح يحسن حياته، والانسان بيختار احسن اختيار. وبعد كده وراء كل سلوك بتوجد رساله، وراء كل رساله توجد قيمه، وراء كل قيمه توجد نيه ايجابيه للشخص ده. يعني معنى كده وانا بكلمك عندك رساله، لو ركزت على سلوكك هدافع عن نفسي وهنختلف، لكن لو ركزت على رسالتك يبقى في اتصال. عشان كده بقول للناس باستمرار لما تتحكم في حكمك وتركز على رسالة الشخص الآخر تبقى من أقوى الناس في العالم في فن الاتصال. بس اللي بيحصل أنت بتلقائيات بتهجم على الشخص، بتدافع عن نفسك. هقول لك حاجة، في برامج في التلفزيون واحد بيتكلم مع التاني رأي ورأي تاني، اتفرج عليهم بيقتلوا بعض لأن ما حدش عارف يفرق بين الشخص وبين سلوكه. أنت عاوزه واقف معاك، وأول ما يختلف معاك أكنه بيختلف معاك بحالك، فصوتك بيعلى. لكن ده عنده رساله، فانت لما تركز على الرساله في اتصال، ما تركزش على الاتصال يبقى في خناق. وطول ما انت ماشي يقول لك ان الشخص الاكثر مرونه بيتحكم في نظام حياته ويحقق اهدافه. عشان كده المرونه قوه. بفرض احنا دلوقتي بنتصل مع بعض احنا الاثنين بنتكلم، وبعدين اختلفنا وانا استمريت على نفس الشيء هتديني نفس النتيجه، مظبوط؟ هنا المرونه قوه، فلما اغير اسلوبي هوصل لنتيجه مختلفه. عشان كده الافتراض اللي بعده، معنى الاتصال هو النتيجه التي تحصل عليها. انا بتصل بيك رديت عليها بطريقه معينه، دي نتيجتي. فارجع للافتراض اللي قبله، خليك مرن، فيبقى تلاحظ. فشوف كل واحده فيهم بتوديك للثانيه لغايه ما توصل لاخر واحده. اخر واحده انا زودتها اللي هي انا مسؤول عن عقلي، اذا انا مسؤول عن نتائج افعالي. عقلي موجود هنا، يبقى افعالي انا السبب فيها لان انا موجود فيها، افكاري وطريقتي واسلوبي وسلوكياتي عملت. ومن ضمن الافتراضات مودلنج. يعني ايه مودلنج؟ التمثيل. يقول لك اذا كان اي انسان في الدنيا قدر يحقق اي شيء، انا وانت زي بعض، انت نفس المناخير والعينين والفيزيولوجي وكله، فلو اي انسان في الدنيا قدر يحقق اي شيء انا وانت ممكن نحققها، بس في شروط. الشرط الاولاني تكون تهمك، عايز تحققها، تهمك فعلا تحققها. تاني حاجه تتعلم تحققها ازاي. ثالث حاجه تحطها في الفعل. رابع حاجه تقيمها، وخامس حاجه تكون ملتزم بيها، وسادس حاجه ما تسيبهاش اطلاقا لغايه ما تحققها، هتوصل زي اي حد تاني. فالنهارده هي دي استراتيجيه، لو سبتهم وترجع تقول الناجحين محظوظين لان انت سبت بسرعه. الناجح ما بيسيبش، طالما قرر مش هيسيبها. ادي الفرق بين الاثنين، وادي الافتراضات المسبقه للان ال بي. وتقول لسامعك ان بداخلك قوه مجنونه كبيره. هقول لك حاجه حضرتك، من حوالي 12 سنه في واحد اسمه نايتنجيل، الراجل ده من شيكاغو، من نايتنجيل كانت في شيكاغو، عندهم شركه من اكبر شركات العالم في التنميه البشريه، بتتكلم على 850 مليون دولار بس تنميه بشريه. الراجل ده هو صاحبها، هو مؤسسها، قال لك ان طاقه الانسان لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمده اسبوع. اي حد في التنميه البشريه ما بيتكلمش اي كلام، في بحث بيعمله وفي احصائيات بيشتغل عليها. انا شخصيا قلت مش ممكن طاقه الانسان لو تتوصل ببلد تولد كهرباء لمده اسبوع، فانا عملت لها البحث ده لقيت ان كلامه صح. لما انا قلت الكلام ده قالوا علينا كمان مجنون. اليابانيين ما بيتكلموش كتير، حطوها في الفعل، جابوا بني ادم وخدوا، انت عارف السالب والموجه بيعمل كهرباء، راحوا واخدين السالب وخلوه يجري في مجاري الطاقه في الانسان، وراح موصلين الموجه بالكهرباء، راح منور لمبه، راح موصلينها بدينامو، راح مولد كهرباء. يبقى طاقه الانسان لو توصل ببلد
تولد كهرباء لمدة أسبوع بكام دول؟ 85 مليار دولار. يعني كل واحد ماشي في الشارع ملياردير بس بالطاقة. فلما حد يقول لك أنا مكتئب، يا راجل بلاخيه بسكت، مكتئب إيه وبتاع إيه؟ ده أنت أحسن مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى، قدرات في معجزات في معجزات. أنت عندك الكبد بياخد السكر ويوزعه ويجي للمخ الجلوكوز ويحول الجلايكوجين، الطحال يوزع لك الدم، معجزات في معجزات. أنت إيه اللي مزعلك؟ إيه اللي مضايقك؟ واحد ولا حاجة؟ ولا أقول لك أنا فقير؟ لو أتكلم على الناس من بره، هنري فورد اللي عملت شركة سيارات فورد فلس 8 مرات. عارف يعني ايه بره تفلس؟ يعني تقعد 5 سنين بالظبط كده جربان، ما حدش يكلمك ولا ابنك تكلمك. 5 في 8 ب 40 سنة عمل يلف حوالين نفسه 40 سنة، وبعد كده عمل شركات فورد العالمية وبقى ملياردير. لما تيجي بره والت ديزني فلس 7 مرات، فلس بره تفليسه مشكلة مصيبة، ده لو فلست ما حدش يتعامل معاك. 7 مرات. تعال نشوف هنا، انا عندي اصدقاء بدأ من تحت تحت الصفر. عندي صديق هنا في البلاد العربية عاوز يفتح مطعم، البنك لسه ما وافقش، وهو بيعمل كروت الدعوة يوزعها على الناس في الافتتاح ما عندوش موافقة، وناس بيقولوا له انت مجنون. انا قعدت معه قلت له قول لي انت جات لك الموافقة من البنك؟ قال لي مش من البنك ده، بس هتيجي من البنك وهفتح في الميعاد. دي القوة. مش معنى كده انه متفائل وخلاص، لا، ده عنده لسته بكل البنوك، ده قابل معظم الناس، ده اداهم افكار، اتعلم من ده وحطها في ده، واتعلم من ده وحطها في ده، وفتح في ميعاده. دي القوه الذاتيه، ان انت بتتكل على الله سبحانه وتعالى متوقع الاجابه، تفائلوا بالخير تجدوه، وماشي في الدنيا وعارف ان الله سبحانه وتعالى بيقول لك ايه، عبدي اطيعني اجعلك عبدا ربانيا، تقول الشيء كن فيكون. فانا رب، انا عبدا ربانيا، انا بطيع الله سبحانه وتعالى، بحب الله عز وجل، بتطبع باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي في الدنيا عارف انا رايح فين، عندي اهداف بحطها في الفعل. ايه وقفك؟ انت توقف نفسك، ما حدش ممكن يوقفك. المؤثر الخارجي في حكمه هنديه بتقول لك ايه، المؤثرات الخارجيه لا تؤثر في الانسان ولكن تظهر ما بداخله، بتطلع اللي جواك. انت عارف لما حد يجي يقول لي ده بيعصبني ده بيعصبني، ما حدش بيعصبك، انت اتعلمت تتعصب ازاي، ولو اديناك في اي حته في العالم برضه هتتعصب. انت عارف انا مره جبت ليمونه في محاضره محاضراتي، قلت الناس لو عصرنا الليمونه دي هتدينا ايه؟ عصير ليمون مظبوط، ممكن تدينا عصير تفاح، ممكن تدينا عصير بطيخ. طب عشان خاطري مش ممكن، هو هتطلع لك ليمون. يعني معنى كده لو عصرنا سيادتك هتطلع فقط اللي جواك، لو عصرنا اي انسان هتطلع فقط اللي جواه. فلو جواه حب هتطلع حب، لو جواه تسامح هتطلع تسامح. فلما حد مش عارف هو بيعمل ايه ويهزق كرامه حد تاني بيطلع اللي جواه. فلما حد مثلا يجي يقول لشخص انت غبي بيطلع الغباء اللي جواه، فالغباء مرسوم على وشه هو، فالشخص الاخر ما يتقبلهاش منه. لو تقبلتها منه يبقى انا السبب، لان ما حدش يقدر يخش جوايا من غير اذني. فما تضيعش وقتك في الكلام الفارغ، اهدافك. لما حد يقول لي دكتور انا عندي اهداف، ايه اللي عملته فيها؟ حققتها؟ عملت فيها ولا 1%؟ اتحرك، اصل ده قال لي وده قال لي وده قال لي، خليهم على جنب، اسمع من هنا وطلع من هنا. الراجل ده انا ما كانش عندي حاجه، ده غير كده لما طردوني مره من فندق من الفنادق كنت في الشارع ومراتي عامله قيصريه وجايبه نانسي ونرمين توأم، يعني عندي 3 ستات اوكلهم، ما عنديش نكله لا في البنك ولا في جيبي. وبره تسمع الله سبحانه وتعالى بيقول لك لما يقفل لك باب يفتح لك باب اكبر منه، ما تخافش، الرزق توزع والعمر توزع. خايف ليه؟ عشان كده لما تبقى عبد الربانيين ومشيت من هنا فتحت الجرايد دور، لما حد يدور على شغل دور 24 ساعه. انت عارف الشاب ده اللي هو طردوه من شغله راح بعت 2000 سيره ذاتيه سي في رفضوه، بعت 2000 تانيين رفضوه، لكن جات له وظيفه في مكتب البريد. قالك ده متعب، احنا عايزين واحد بالمنظر ده، ده ما بيسكتش. انت عارف هو ده الالتزام، ترجع تاني وتخلص ترجع تاني لغايه ما تشتغل. ادي القوه. تعرف كنت في الامارات مره من غير ذكر اسامي البلاد، الامارات وبعدين ولا نذكر البلاد من غير ما نذكرها. وبعدين اللي حصل هناك، شاب هناك تعرف بيقول لك فنشني وبلشني وبتاع، فكانت برنامج على الهواء، وبعدين بيقول لي دكتور فنشوني. طب عملت ايه؟ ما فنشوني خلاص. طب اللي بعده عملت حاجه؟ قال لي لا. طب ما تدور تاني هيفنشوني، دور تالت هيفنشوني. ولما يفنشوك باللغه العربيه ويستخدموا تفنيش باللغه الفرنسيه والالمانيه، دور تالت ورابع وخامس لغايه ما يزهقوا منك ويبلشوك. لكن طول ما انت قاعد في البيت انت السبب مش هما، لكن انت دورت على واحده واثنين وبعدين قلت اي ده. انت النهارده زي ما بقول لك النهارده ازاي، عجبني جدا اللي قاله وينستون تشرشل في وقت من الاوقات، قال لك القوه الذاتيه الانسان يعدي من فشل لفشل من غير ما يفقد حماسه، هتوصل في الاخر.
الرسول صلى الله عليه وسلم كان عدى بشوية ما سابش حاجة. تعال نبص الرسل والأنبياء ما عدوش قعدوا بشوية، هما شافوا شوية. تعال نشوف بعد كده كل الرواد العرب شافوا شوية. فأنت النهاردة بتاخد مثل أعلى من مين عشان اتخبطت مرة تقول أي لا هي مش كده، ده أنت ربنا خلقك أحسن مخلوق، خلقت الإنسان في أحسن تقويم، سخر لك السماء والأرض وما بينهما، وادالك مخ أغلى خلق الله عليه، وادالك هدية، عاوز إيه تاني؟ ادالك الجذور. لكن الناس بتدعي للمحصول، يا رب اديني فلوس يا رب اديني، ما عندك الجذور ما تروح تجيبها. والصدفة، حدثني قليلا عن الصدفة التي تدخل وتساعد فلان وتوقع فلان. عارف بتلعب لعب حسب جامعة هارفارد، قلت لك الصدفة والحظ بيمثل كام في المية؟ 3% موجود، بس 3%. انت عارف لما حد يقول لك الناجحين حظهم كويس؟ طبعا حظه كويس، اولا عارف هو رايح فين، بيكتب اهدافه، بيخطط لها، بيقع يقف يقع يقف يقع يقف، يصحى بدري وانت ماشي. فالناجح بيعمل حاجات الفاشل ما بيحبهاش، وبعدين يقول لك ده محظوظ. طبعا محظوظ طبعا، لانه بينجذب الى الحظ من نفس النوع. انت قاعد في البيت، لما حد يقول لي ازاي انا قاعد بقى في البيت وان الله مع الصابرين، هتستنى كتير هتموت من الجوع. عارف ازاي؟ ما بتعملش حاجه، ربنا سبحانه قال لك وقول اعماله الاول، وقول اعماله فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وان الله لا يجزي اجر ما احسن عمله. وقول اعماله مش وقول اقعده، هي مش كده. فواحد يقول لك انا الذ حاجه تانية، واحد يقول لك اديني حظ ورميني البحر، تساله تعرف تعوم؟ يقول لك لا، يبقى سمك هيتعشى. طيب العقل الباطن، العقل الباطن يبدو انه يؤثر كثيرا في سلوكاتنا، لا يمكن ان نقصيه، هو ناتج عن التربيه واشياء اخرى. كيف يمكن ان نتاقلم مع حياتنا ونبرمج حياتنا البرمجه الصحيحه كاننا اله، في ظل وجود مثلا في التربيه العاطفيه مثلا في ظل وجود 95% من العاطفه المتراكمه حتى سن 18 سنه مثلا؟ ممكن. انت عارف احنا اول ما بنتولد بناخد برمجه خارجيه، اول 7 سنين من حياتنا بنسميها سن التمثيل، يعني بنقلد بابا وماما بالظبط. تاني 7 سنين من حياتنا اسمها السن الاجتماعي، فانا بخرج للعالم الخارجي واصدقاء. عشان كده ساعات الاصدقاء تبص لي مهمين جدا بالنسبه لي، فالاب والام مش عارفين يرجعوا تاني البيت لانه بدا يكتشف انجاز. وتالت 7 سنين من حياتنا اسمها سن الاستقلال، فانا بدات استقل. وبعدين من 21 ل 30 القيم بتتحول وتتشكل اكتر من 7 مرات. دلوقتي انا عندي برمجه جت من العالم الخارجي، فاضل لي 5%، يعني برمجة لغاية 95% كله من العالم الخارجي، فاضل لي 5%. ولو 1% لسه فاضل عن طريقه ممكن تغير إدراكك، الإدراك يغير الأفكار، الأفكار تغير التركيز، التركيز يغير الحكم، وكل ده في 1% ممكن يكبر ويتسع وينتشر، لأن أنا موجود في مكان كلهم بيتكلموا بطريقة معينة، فأنا بدأت أدور على أسلوب يكون أحسن شوية، ولما أرجع أساعدهم تاني، فممكن أرجع برمجتي اللي جات لي من العالم الخارجي أنا مش السبب فيها، فال 5% دول بتوع أنا، فأنا ممكن أغير بيهم ال 95%. دلوقتي العقل الباطن العقل اللاواعي هو لا يعي الأشياء. وروة العقل اللاواعي، هقول لك حاجة، ممكن إنسان يفكر في حاجة لسه ما حصلتش من المستقبل ويحصل له قلق مقدما، ممكن تحصل مش كده؟ الواحد يفكر في حاجة مستقبل وتضايقه وبعدين يضايق دلوقتي مع إن لسه ما جاتش. فإيه اللي حصل؟ هو فكر فيها مقدما وتوقعاته سلبية مقدما وحتى أحاسيس سلبية مقدما وبدأ يشعر بيها دلوقتي في الوقت الحاضر مع إنها مش موجودة. دي تدينا حب استطلاع. طب طالما فكر في حاجة سلبية مقدما وتضايق مقدما، طب أفكر في حاجة إيجابية مقدما وانبسط مقدما، والعقل لا ما عرفش الفرق، اسمه لا وعي، فأنا ممكن أبرمجه زي ما أنا عايز. أنت عارف أنا بقول للناس خصوصا بره بالذات، الناس بتربي حيوانات، تربي قطط وتربي كلاب وبتاع، بعدين ياخد الكلب يتمشى بيه في الشارع، واسأل نفسك مين بيمشي مين؟ يعني الراجل بيمشي الكلب ولا الكلب بيمشي الراجل؟ الكلب قدام والراجل وراه. عارف بالنسبه للعقل اللاواعي لو تخليه هو اللي يمشيك هيحطم لك حياتك، لانه ما يعرفش، لان العقل اللاواعي هو مجرد بيدي لك المعلومات اللي انت عايزها من نفس النوع، فلو ما تعملش فيه تغيير من وقت للتاني هتطلع لك تلقائياتك، لو التلقائيات دي سلبيه هتطلع لك سلبيه زي ما هي. يبقى انا واجبي ان انا عقلي الواعي ان انا عمال اقرا، بحسن نفسي، بقوي نفسي، بقوي نفسي في التنميه البشريه، في التنميه الدينيه، في الشريعه الاسلاميه، فانا بقوي نفسي، والحالات دي تخلي العقل الواعي يكون اقوى. فالعقل الواعي صغير خالص كده، العقل اللاواعي قد كده، قد كره السله، الثاني قد كره البينج بونج، لكن الصغير ده هو اللي بيبرمج ده. فنحن وجدنا ان احنا الصغير ده نعلمه صح عشان لما يبرمج الكبير يبرمجه صح، لان الكبير تقول له انا بخاف يقول لك ماشي،
تقول له انا مرعوب، يقول لك ماشي بخاف اتكلم قدام الجمهور. بالنسبه للجزء تحطها له اكتر من مره، انا بخاف اتكلم قدام الجمهور، بخاف من التحدث امام الجمهور. الكبير يقول لك طب ادي وشي لو طلعتك تتكلم قدام جمهور ثاني، وبعد كده ما تصرخش بقى لان انت السبب، انت اللي برمجته. لازم تعمل تغيير في هذه البرمجه، ان تتكلم في الوقت الحاضر، تقولها اكتر من مره، تحط معها احاسيسك، تحطها بطريقه ايجابيه، ما تسيبهاش اطلاقا. بيحصل برمجه في العقل اللاواعي، ساعتها يعمل لك تغيير في اللي انت عايزه، لان عنده مخازن الذاكره. فالواحد لما يفهم مخه، انت عارف انا عملت علم اسمه قوه الطاقه البشريه، وفيها تغييرات جميله جدا داخليه. وبتسال معظم الناس، انت عارف جسمك فين؟ عارف القلب فين؟ عارف الطحال فين؟ عارف الكبد فين؟ عارف الكلى فين؟ اسال اي حد. الناس ما تعرفش حاجه، ما عرفش الطحال فين، ما عرفش الكبد فين، عارف زي ما هو سياره مش عارف الموتور بيعمل ايه، ولما توقف منه يصرخ. فاي حد مش عارف جسمه، فلما تحصل له حاجه ما بيعرفش حاجه، ما عندوش فكره. فالمعرفه قوه. فانا بقول للناس اعرف نفسك، اعرف نفسك، لان المعرفه قوه. لما تعرف نفسك هتمشي باتزان اكتر. هو ده الغرض من احنا بنتعلم، بننمي نفسنا عشان نوصل لمرحله من الاتزان توصلنا للسعاده المتزنه اللي مبنيه على حب الله سبحانه وتعالى. احتياجاتنا في العالم، احتياجات الانسان، يبدو ان هناك اولويات، هناك ترتيب. ما هي الاحتياجات؟ كويس، ممتاز جدا السؤال ده. انت عارف احتياجات الانسان اساسا سبعه. اول احتياج الانسان البقاء، انك عاوز تعيش مهما يحصل، عاوز بقاء. تعرف حكايه البقاء دي، ودي قصه حقيقيه. ولد كان عاوز ينتحر، طلع في سانترفيل في مونريال، وطلع على عماره 36 دور، وهيرمي نفسه من فوق، خلاص هيموت نفسه. سمع حريقه راح جاري. البقاء، طب ما فرصه، انت كنت هتنتحر هتموت، دلوقتي في فرصه انك تموت في حريقه، لا جري. لان الانسان لما يتحط في البقاء يبقى مبتكر جدا. عارف ازاي البقاء ده خطير جدا؟ انا عندي صديق راجل ده بيخاف جدا من الكلاب، وبعدين صديق تاني لنا عزمه عنده في البيت، وعنده كلب وعنده ابن عنده 4 سنين. فالراجل راح واخد الكلب وراح حابس الكلب في اوضه، وراح قافل الباب عليها بالمفتاح. الراجل جاء بدري، مين اللي فتح له؟ الواد الصغير اللي عنده 4 سنين. دخله فين؟ في اوضه الكلب، وراح قافل الباب. تعرف العيال، الراجل اتاخر، فالنهارده الراجل اللي عزموه الاب والام بيقولوا الراجل مش عادته انه اتاخر، هو فين؟ فالولد الصغير بيقول لهم بدوروا على مين؟ بندور عليه، ده في الاوضه دي. معقوله؟ فتحوا الباب لقوا الكلب قاعد على حجر الراجل. لان الانسان لما يتدبس يبقى عبقري، يبقى مفتكر جدا. الراجل قاعد يفكر لو هجمت عليه هيعضني. فبدا يعمل كل نظام التطابق اللي احنا بنعمل ايه، عمل معه تطابق وعمل معه مجاراه وعمل توافق، فاتفقوا الاثنين ان يحبوا بعض، لان هو ده الوضع، هما الاثنين مع بعض. فالانسان لما يفكر يبقى مبتكر، لكن معظم الناس تعملها تلقائيا. فانت عايز اول حاجه عايز البقاء، تاني حاجه عايز ضمان هذا البقاء، عايز تضمن لنفسك الوظيفه اللي انت فيها، الاكل اللي انت فيه. الناس بتنزل تشتري اكل، بتشتري اكل كتير ليه؟ من غير ما يفكر، عاوز يضمن بقائه خوفا من المستقبل. يشتري اكل، انت بتشتري مثلا معلبات، بتشتري 10 ليه؟ ما واحده كفايه عشان النهارده، لا انت عايز النهارده وبكره وبعده وبعده، عايز تطمن على نفسك. فكل واحد فينا بيعملها تلقائيا من غير ما يفكر، عايز تضمن وظيفتك، عايز تضمن بقائك، عايز تضمن عيلتك، عايز تضمن بيتك، ضمان البقاء. هل الخوف دائم في الانسان يصاحبه طول حياته حتى يحتاط لنفسه هكذا؟ صح، من ضمن اسباب الحاجات ان الخوف، لان الخوف المرضي طبعا، الخوف الطبيعي اللي كلنا موافقين عليه، خوف طبيعي كلنا موافقين عليه. لو هجم علينا اسد دلوقتي كلنا هنجري، كلنا موافقين عليه، مظبوط؟ زي ما انت سمعتني قبل كده، النداله نص الجدعانه، كله انا اول واحد هجري. فتبص تلاقي لما ده بقاء، فهنا كلنا موافقين على هذا الخوف. لكن خوف من التحدث امام الجمهور، خوف من المرتفعات، خوف من الظلام، خوف من الحشرات، خوف من الحيوانات، ده خوف في ناس محدده هم بس خايفين منه، وده خوف مش طبيعي، يبقى ده خوف مرضي لازم يتعالج. فالوقتي احتياجاتنا، اول حاجه البقاء، تاني حاجه ضمان البقاء، ثالث حاجه ان احنا نحب ونتحب. مهم جدا، لازم. ولو ما تتحبش، ولو مش حاسس انك محبوب، الانسان يبقى غير متزن ويهجس اخر هجس. عشان كده معظم الجرائم مخصوص بسبب ناس حاسه انها مش محبوبه. فدي ثالث حاجه، انك تحب وتتحب. رابع حاجه، تحس انك متقدر، انت بتقدر نفسك والاخرين بيقدروك. شوف الطفل الصغير، ماما بصي لي، ماما بصي لي، عاوز يتقدر، عايز حد يقدره، عايز حد يمتحه، بابا بصي لي، بص انا عملت ايه، يشدك كل شويه. فمن صغرنا واحنا بنشد الانتباه. فالبص لي، احنا عايزين البقاء وعايزين ضمانه وعايزين نحب ونتحب وعايزين تقدير من نفسنا ومن الاخرين. وخامس حاجه، محتاجين انجازات. لو الانسان ما ينجز يتجن. انا اي حد يجي لي في العياده، ودلوقتي انا بخش قليل جدا لما باخد استشارات، اقول له اوصف لي يومك،
يقول لي يوم ينفوز زي امبارح وزي اول هتكتئب لان عندك طاقه في منتهى الروعه. نشاطات يومك لازم تكون متغيره. بتعمل ايه لصحتك؟ بتعمل ايه لله سبحانه وتعالى؟ بتعمل ايه لروحانياتك؟ بتعمل ايه لنفسك؟ بتعمل ايه لاولادك؟ بتعمل ايه؟ لو ما بتعملش حاجه هتكتئب. فايه خامس حاجه؟ الانجاز. الانجاز محتاج ينجز، الانسان محتاج ينجز. وسادس حاجه التغيير. انت ممكن تاكل نفس الاكل كل يوم، ممكن تلبس نفس اللبس كل يوم، لكن عاوز تغير. الانسان لما ما يتغيرش يتجنن. انت عارف لو عندك بحر وقفت على شويه ميه وخرجت منها وقفت تاني على الميه وقفت على ميه مختلفه، لان الميه بتمشي. لو بصيت في السماء وبعدين غمضت عينيك وبصيت تاني هتشوف سحاب تاني، لان السحاب بيمشي. كل حاجه في الدنيا بتتحرك. فلو الشخص مش عاوز يتغير هيتجنن، لان انت سنك زاد يوم عن امبارح، فكل حاجه بتتحرك وانت لا، لكن انت بتتحرك معاها من غير ما تحس، فمحتاجين تغيير. واخر حاجه اللي هي السبب في اكتر من 90% من الانتحار في العالم، المعنى. ان الشخص يلاقي معنى لحياته. ممكن يكون عندي بقاء وعندي ضمانه، حاسس ان انا محبوب وحاسس ان انا متقدر ومعايا فلوس وعندي كل اللي انا عايزه، لكن مش لاقي معنى لحياتي، مش عارف انا قايم ليه، مش عارف انا بشتغل ليه، مش عارف انا عمال انفخ في قربة مقطوعة، اللي انا بعمله ده ملوش معنى. طالما حاسس ان انا ما عنديش معنى هتروح رايح لقبلها، مش عاوز اغير. هتروح لقبلها انجازات ايه وبتاع ايه، هروح لقبلها ولا تقدير ولا بتاع، هروح لقبلها مش محبوب، تلاقي نفسك وصلت لغايه البقاء. فالانسان لما يكون عنده ما فيش معنى لحياته، سانس مانيش لاقي معنى لحياتي، مش لاقي معنى لحياتي، طب اعمل ايه؟ من ضمن الحاجات دي كلها خد مثلا داليدا، هي معروفه كان طول عمرها نفسها تكون ستار، تكون اتوال وتعيش في باريس وتبقى ناجحه في العالم كله. ما ده اللي حصل. وبعدين نلاقي انها كانت غنيه جميله عندها علاقات، تنتحر. وفي اخر جواب كتبته I have no meaning to my life. Je trouve pas sens. فتبص لها المرحلة، طالما ما عنديش معنى لحياتي، اللي أنا بعمله بعمله ليه؟ اللي أنا بعمله بعمله ليه؟ أقوم ليه؟ أروح شغل ليه؟ أنا بعمل ايه؟ أنا عمال أتحرك أتحرك مفيش فايدة. هنا دي الشخص اللي عشان يوصل بقاء ويكون عنده معنى لحياته لازم يكون علاقته مع الله سبحانه وتعالى تكون عالية. إيه السبب حد زي مايكل جاكسون تعبان نفسيا؟ مظبوط ولا لا؟ ياخد مناخيره حطها في صبع رجله حطها في قفاه شغال، ويغير لونه مش عارف راسه من رجله. إيه السبب؟ بعد عن الخط الروحاني، يعرف يعني الله سبحانه وتعالى ده فلوس، لان في مشكله. طالما بعدت عن الخط الروحاني تتلخبط مع الوقت، ما تلاقيش معنى لحياتك. فلما تلاقي معنى لحياتي السبع حاجات دول يوصلوني للاتزان في الحياه. كيف يمكن لشخص مثلا، شخص في اي مكان، ان يعيش حياه متزنه وفي نفس الوقت في الوقت نفسه يعاني من ازمات اخرى ويعيش هذا الفصام المعروف عند الناس؟ مثلا رجل تاجر متدين ولكنه في الوقت نفسه نصاب مثلا. ممكن جدا. تعرف انا دي اثبتها علميا، ان شخص يكون متدين جدا ويصلي ويصوم ويسمع القران ويبكي هو بيسمع القران، وعنده شخصيه تانية نصابه، عنده شخصيه نصابه يتعامل مع الناس، اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيك، ياخد الفلوس، اي فلوس ياخدها تبقى بتاعته، ده ولد لنفسه انفصام في الشخصيه، لان عنده شخصيتين، عنده شخصيه متدينه جدا وعنده شخصيه مش متزنه اطلاقا. الشخص ده لانه مش متزن، لو فعلا متدين ياخد باله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك الدين المعامله ثلاث مرات، ده ما يدفع، ما يشفعلكش، ده في مصيبه، انت بتاخد حق الناس، فانت في مصيبه يوم القيامه، ما فيش شفاعه فيها دي، فانت تقول هدي تساوي، ادي ناس حقها واشتغل وانتك رزقك موجود. طالما انت خدت فلوس من حد ومعاك في جيبك وخدتهم وقدرت تنام واعصابك عاديه وضميرك مرتاح، اتولدت لك انفصام في شخصيه. عايز تتعالج من حاجتين، من حب المال، والحاجه الثانيه من انفصام في الشخصيه. نفس الشيء بالنسبه للمدمن، اللي هو مدمن بيبقى مش متزن، ممكن يشرب فيشرب يشرب 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 لغايه ما يقع، فعشان خاطر تعب. في ناس بتشرب كده، ده من ضمن اصناف الادمان، يشرب 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 لغايه ما دمه كله يبقى مليان، وبعدين يبدا يرجعه مش قادر، فيبطل شهر فيطلع بشخصيتين، شايفين انا ما بشربش، لغايه ما يحتاج تاني فيهرب يروح مكان تاني ويشرب هناك، فهنا ولد شخصيتين. فلما يقدر ينام عادي جدا من غير ما يحس بالذنب، ولد لنفسه انفصام في الشخصيه. فهنا لازم يتعالج من حاجتين، من الادمان ومن انفصام في الشخصيه، اصبح عنده مشكلتين. دلوقتي عشان تكون متزن في الحياه محتاجين برضه سبع حاجات. الحاجه الاولانيه، اولا محتاج للحياه الروحانيه، ومن سبع اركان. الركن الاولاني الحياه الروحانيه. الحياه الروحانيه تحتها علاقتك بالله سبحانه وتعالى.
وعشان ترضي الله عز وجل لازم تبدأ بنفسك. سامح الناس، بتعرف تسامح؟ بتعرف تسامح بسهولة؟ فاكر التسامح ضعف؟ فاكر متعرفش تسامح؟ عارف لما تكون شايل على نفسك على كتافك، عارف؟ وخلي حتى التسامح نتكلم فيها شوية أكتر بعد كده. التسامح، معرفش سامح، من لا يغفر لا يغفر له، وكلنا عارفين كده، وكلنا عارفين إن حرام إنك تخاصم حد أكتر من 3 أيام. طب اسأل الناس، اللي مخاصم أبوه واللي مخاصم أخته واللغة. أنا في دورة من دورات أمسية بسميها قوة الحب والتسامح، وعملتها لكم هنا المرة اللي فاتت لما كنت هنا. أنا في بلد من البلاد في واحدة قالت لي، دكتور أنا مخاصمة أبويا بقالي 12 سنة. قلت لها لا هكلمك في الدين ولا هكلمك في التنمية البشرية، هسألك سؤال، ما وحشكيش؟ قالت لي جدا. طب ما اتصل بيه، هيرفضني. اتصل بيه تاني، هيرفضني. اتصل بيه تالت، هيرفضني. اتصل بيه رابع، لغايه امتى؟ لغايه ما تلاقي انت عندك اب واحد. غير كده الله سبحانه وتعالى حطها، حط الواو في النص، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. دي في نفس الخط، ده مش هزار. دي طبعا انت عارف في بعض الوالدين بيتاجروا في الموضوع ده، يعني اجي وش لو دخلت الجنه. دي حركات قرعه بعدين ممكن نتكلم عليها بعدين، ولكن انا ما اجي اتكلم على ده قامت خارجه كلمت ابوها في التليفون، يا دوب كلمته باسمها، الا وحشتيني يا حبيبتي، وجابته وجت في الامسيه، والناس كلها كانت بتبكي علشانهم. شوف الروعه، الراجل يقول لك ضيعت 12 سنه محروم من بنتي، هي بنت واحده، هي ضيعت 12 سنه محروم من ابويا، غلط وحرام. ولكن ساعات الانسان لما يركز وعاوز يكسب ومقتنع انه صح ويتفادى الشخص الاخر يكون قريب منك جدا مع انه غلط وحرام، لان عدم التسامح بتشيل على كتافك طاقه سلبيه. طول ما انت ماشي في المستقبل وبتتمرن وتروح دورات زي دي وتبدا تحقق اهدافك، تلاقي حاجه بتشدك لورا. الماضي، الماضي مش نظيف فبيشدك لورا باستمرار. عشان تنظف ده، عشان تقرب اكتر من الله سبحانه وتعالى، لازم تعرف تسامح. كيف اقنع، كيف اقنع هذا الذي يعادي اهله بانه يجب ان يتسامح وان يستعمل الحب قوه كبيره في هذه العلاقه؟ كيف اقنعه؟ السؤال ده ممتاز. انت عارف عندنا العقل العاطفي وعندنا العقل التحليلي. عشان تسامح لازم الاثنين يوافقوا. عاطفيا لما تفكر في الشخص ما عندكش احساس مضايقك، وتحليليا لما تفكر فيه ما فيش حاجه جواك لسه مضايقك، لان الواحده هتجيب الثانيه. انت عارف انا بسامحك في الله، لان بيني وبين الله سبحانه وتعالى مش بيني وبينك. غير كده انا بفرق بينك وبين سلوكك، انت احسن مخلوق خلى الله سبحانه وتعالى. يمكن انا مش موافق على سلوكك لكن موافق عليك، فانا وانت احسن مخلوقات، خلقنا الانسان في احسن تقويم وسخر لنا السماء والارض، فانا بحبك في الله. سلوكياتك مش موافق عليها، دي برمجه، دي قيم مختلفه عني، فاختلفنا فيها اروح معممها تبقى انت بحالك وخصمك بحالك، فانا مش متدرب مش فاهم. فانا بقول للناس فرق بين الشخص وبين سلوكه، سامح الانسان في الله تكسب فيها ثواب، لان في يوم القيامه هي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. تقول يا رب انا بسامح هذا الشخص لك وفيك، فانا عملت اللي عليا، سامحني، لان من لا يغفر لا يغفر له. فسامح الناس، فانا بطلب من الناس باستمرار دلوقتي حالا وانتوا سامعيني، ابدا سامح الناس، ابدا الاول سامح نفسك. يعني ايه سامح نفسي؟ انت عارف انا شفت شخص مره، اخين، اخ كبير واخ صغير، الاخ الصغير غرق والاخ الكبير ما بعرفش يعوم، قال لك عمري ما هسامح نفسي على اللي حصل ده، كان لازم رميت نفسي. طب انت كنت هتموت، وبعدين ده قدر. عشان كده بقول للناس سامح نفسك، لو انت رجعت تاني انت ما كنتش تعرف. فعارف لما تريح الطاقة بتاعتك، يا معنى كده سامح الماضي، بعد كده سامح بابا وماما، سامح الأب والأم مهما عملوا مهما قالوا، اللي يعرفوه ربوك بيه. هو في حد فينا عنده أب وأم مختصين في تربية الأطفال؟ كم واحد؟ وحتى لو مختصين هيكلكع لك حياتك. فاحنا كده كده اتربينا صدفة، فما تزعلش لأن انت ربيته، كل واحد اتربى كده. فسامح بابا وماما، حبهم من قلبك، لان عارف انا كنت اقول والدي الله يرحمه راجل متدين جدا، طاق جدا، باني جوامع، لكن ما كانش يعرف يربي، كان بيضربنا بقسوه. احنا كنا 8، فلو تساله ايه هوايتك؟ يقول لك الشغل والتدين وضرب اولادي. 8، فيعني كل يوم تشوف لك واحد تضربه، فما يعرفش يربي، واحنا كتير. عارف ازاي 8؟ دي ما كانتش فكرتي، كنت عايزهم يجيبوني انا بس، لكن هم جابوا 8. اللي حصل عارف لما تيجي تفكر فيها، أنا كنت بشوفه لما يقوم الصبح الساعة 4 يصلي الفجر، يقعد يعمل لنا السندوتشات، ولو أي حد فينا مريض ما يسيبوش. بس إحنا بننسى، بننسى الحاجات دي، عشان كده سامح بابا وماما على طول، سامحهم من غير ما تفكر. وإذا كانش هم يعرفوا إزاي يحبوك، حبوك بطريقة أنت مش عايزها، طب ما تحبهم أنت بطريقة جديدة، ما تحضنهم أنت، ما تقربهم منك أنت. وبعد كده سامح إخواتك، وبعد كده سامح أصحابك، بعد كده سامح الناس وريح نفسك.
سامحهم في الله، فرق بين الشخص وبين سلوكه. وبعد كده تبص تلاقي طالما وصلت الاتزان الروحاني ادي اول حاجه، يبقى بعدها على طول الصحه. انت عارف، اسال اي حد من صحابك، اي حد من الاداره اللي تعرفها او الناس او حتى برنامج، اسال اي حد كم واحد، كم النسبه اللي عندهم برنامج رياضي عشان صحتهم؟ هتلاقي نسب ضئيله جدا. ومع ذلك لو حصل لنا اي حاجه في صحتنا هتلاقي كل تركيزك عليها، مش هتعرف تشتغل. لما حد يقول لي ما عنديش وقت، هيكون عندك وقت لما تكون عندك سكته قلبيه، لما تقعد في مستشفى شهر ساعتها هتلاقي الوقت. طب ما تتمشى شويه، ما تشم هواء نظيف، ما تحرك جسمك شويه. انت فاكر هي الرياضه يعني لعب عيال؟ لا، ده كل حته في جسمك هتشهد ضدك او معاك يوم القيامه. وطالما بتحب الله سبحانه وتعالى، بتحب هديته، يبقى لازم تشغل الصحه، والا من غيرها ما تعرفش تعمل حاجه اطلاقا. لكن الناس بتفكر الصحه بتبوظ عند جيراني مش انا، لا، هتجيلك انت وتلاقي انا عمال ادخن. انا عندي صديق بيدخن علبتين سجاير كل يوم، ما بياخدش اجازه بقاله سنتين، بيشتغل كل يوم 16 ساعه، يعني وصفه متكامله للانتحار. ما حصلوش حاجه، وربنا سبحانه وتعالى بيديله في انذارات اكتر من مره، تلاقي قلبه يوجعه، تلاقي مش قادر يتنفس، تلاقي يغمى عليه من قادر تاني، دي انذارات ومش عايز يسمع. جات له غلطه، ولما جات له غلطه جات له في جزء اليمين من مخه، فجزء الشمال اتشل. وانا بزوره قال لي شفت حصل لي ايه؟ انا بطلت التدخين. لا يا شيخ، دلوقتي قال لما اخرج هتعلم اخد يوم اجازه. عندك اولاد؟ انا عندي واحد يقول لي اهم حاجه في الدنيا اولادي. بتقضي معاهم وقت قد ايه؟ انا ما شفتهمش بقالي اسبوع. يبقى ازاي هم اهم حاجه في حياتك؟ انت بتقضي في الشغل 18 ساعه 17 ساعه كل يوم؟ هو ده اهم حاجه في حياتك؟ ده انجاز بيدخل لك فلوس، لكن ولادك ما انت شايفهم نجاح دول؟ فعشان كده تاني حاجه الصحه. بعد رضاء الله سبحانه وتعالى، عشان تكمل في رضائه اهتم بصحتك، وده ليك انت، انك تتمشى كل يوم شويه، شم هواء نظيف. شوف اليابانيين بيعملوا ايه. اي النهارده رئيس قسم يا دوب يخش يروح واخد المديرين بتوعه، سيبوا كل شيء، يعمل تمرينات اسمها الضغط والاسترخاء، يضغط يسيب، ياخد نفس عميق وطلع قوه، وبعدين اكتر، وبعدين يحركهم. ايه السبب؟ عاوز يطلع اي طاقه سلبيه منهم عشان انتاج يعلى. تخيل احنا لو عملنا الكلام ده عندنا هنا بقى، رئيس قسم يقول له العمال حط ايديكوا شد، هقول لك ده ضرب مظبوط، لان احنا واخدينها ان لاعب عيال. لان لازم عشان تكون راجل تكون مدير، يبقى لازم يكون عندك سكته قلبيه 4 مرات. رئيس مجلس دوره كان عندي 10 مرات سكته قلبيه، ومبرق كده زي المشانين، وتخين عنده قنبله هنا. ايه ده؟ لازم تتحرك، لازم تاخد بالك من صحتك. فالجزء الثاني الصحه، مش هزار. رضاء الله سبحانه وتعالى، لازم تاخد بالك من الهدايا اللي اديها لك. ثالث حاجه انت، الجزء الشخصي، ايه اخر مره خدت فيها اجازه من غير الموبايل؟ من غير موبايل. النهارده الموبايلات اتنست هاوس دف يا راجل، في مكه في الطواف والموبايل رن، افتكر الراجل هيكسف على دمه وخبيه، راح مطلعه. الو الله، الو الله، الو ايه الموضوع؟ الو كم حسنه؟ بتكلم مين؟ مخبيه فين؟ ايه حكايتك؟ ما ترمي الموبايل ده، حطه في حته ثانيه. فتبص تلاقي الناس ما بتفكرش، واخد معاك الموبايل في مكه وانت بتحج في الطواف. الموبايل هو بحث عن شيء من التقدير من خلال المكالمات التي تصل. الموبايل جواه تقدير ذاتي. ايه السبب؟ اي حد بيكلمك يبقى انا مهم. في ناس بتسال عليا، فاكر التقدير نمره 4 في احتياجات الانسان؟ البقاء وضمانه والحب وتتحب والتقدير. فالموبايل تقدير، لما حد يتصل بيك بتحس انك، عشان كده الو، حتى لو في اي حته لازم تسيب كله وتجري على الموبايل بسرعه. ده اللي بيحصل، فالناس مش عارفه الفرق، فبيكون غير متزن. فانت عندك الجزء الروحاني، بعدين الجزء الصحي، بعدين الجزء الشخصي. في الجزء الشخصي، ايه اخر كتاب قريته؟ ايه اخر مره خدت فيها اجازه وانت مرتاح؟ ايه اخر حاجه نميت فيها نفسك؟ ايه اخر حاجه اتعلمتها؟ ايه اخر حاجه وصلت نفسك فيها للراحه النفسيه؟ وبعدها على طول الجزء العائلي، علاقتك مع العيله الكبيره، وبعدها علاقتك مع العيله الصغيره. العيله الكبيره بابا ماما واخواتي وولاد عمي كلهم، العيله الصغيره عيلتي انا، انا ومراتي واولادي، علاقتك معاهم ايه؟ لو سلبيه اتعلم، اقرا، دول عيلتك، ما تقدرش تفقدهم، ما تقدرش خاصمهم، لازم تتعلم. ولو فيهم حد بالنسبه لك انت في تحدي في التعامل معاه، ما تتدرب فيه، ما انت بتتعلم فن الاتصال، دي فرصه، ده في البيت مفيش احسن من كده تدريب، اتدرب فيه لغايه ما تكون احسن وتقرب منه وتوصل للتوافق. بعد الجزء العائلي الجزء الاجتماعي، اجبرك مع اصدقائك. لما حد يسالني عندك كم سنه اقول له اسالني عندك كم صديق، لان انا بعد سنيني بعد الاصدقاء اللي انا بعملهم حوالين العالم، عارف ازاي؟ فالجزء الاجتماعي، اخر مره عزمت ناس فيها انت؟ في حبك لله، بتعزمهم حب في الله. اخر مره انت تعزمت فيها انت؟ انت عارف في رمضان لو الشخص، عارف الشخص اللي هو من نوع الكئيب
تلاقي الناس كلها في رمضان يعزموا بعض على الفطار وهو لا، خلاص اتوزعوا 30 يوم وهو لا، يقول لك الناس دول مش حلوين. انت اللي مكتئب، انت كل ما تقعد تتكلم في الاكتئاب فبتعقدهم، ما حدش عاوز يتعقد خصوصا في الشهر ده. فتلاقي لو الناس بتعزمك، الناس تحب تكون حواليك، الناس بتحبك، دي هديه من الله سبحانه. الجزء الاجتماعي بعد كده الجزء المهني، اخبارك كيف شغلتك. انا في واحده مره قالت لي يا دكتور في بلد من بلاد الخليج لو ادينا زياده عن اللزوم حاجتين هيحصلوا، هيحسدوك والحاجه الثانيه هتعمل اخطاء وهيطردوك، ولو ما اشتغلتش خالص برضه هيطردوك، فانت تشتغل كده يعني مواتشيه مواتشيه. قلت لك كده عندك مشكلتين، طالما بتاخدي فلوس ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك على قدها بالظبط، لازم تدي قدها او اكتر شويه. الحاجه الثانيه الشخص هيتعلم ان يمسك قدراته، طالما اتعلمت تمسك قدراتك هتتعود على كده، هتلاقي نفسك ممكن تدي بس في حاجه بتشدك فهي ضدك انت. شوف الناس فكر ازاي، المهنه اللي انت عملته راجل مش طايق المهنه دي ما تمشيش من شغلانه وانت متضايق منها، هتاخد هذه الطاقه السلبيه وتحطها في الشغلانه الجديده. هنا لازم تحب الشغلانه دي، لازم تلاقي حاجه تحبها فيها، لازم تكون متميز فيها، وبعدين جهز نفسك للي بعده عشان تاخد معاك طاقه ايجابيه وهكذا. فمهنتك خليك احسن ما تكون فيها. تعرف انا كنت اشتغل لفورد فيسيل اول ما بدات، عمري ما كنت بشتغل لفورد فيسيل، كانت اول خطوه. واحد كان وزير على فكره، الراجل ده كان وظيفه عليا في اليونان في وقت من الاوقات، والقصه حقيقيه، كان عمل غلطه وعايزين يعاقبوه عقاب يكون خطير، شغلوك الناس عشان يهنوه. الراجل كان في منتهى السعاده وعمال يغني وعمال مبسوط وعمال يصفر، لما طلع له التلفزيون يصور له قال له انت مبسوط ليه؟ قال لهم انا ما بشتغلش كالناس، انا بحافظ على صحه المواطنين. شوف ازاي عمل ادراك مختلف وبعدين مبسوط، قال لك انا بكون متميز في اللي انا بعمله، انا بجهز نفسي للتميز سواء كالناس او سواء وزير في اي حته بعملها، بشتغل بتميز، بقيم، بعدل، بكون احسن حاجه اكون فيها في الشغلانه دي عشان لما اطلع لبعدها اكون احسن حاجه وهكذا. واخر حاجه الجزء المادي، الفلوس طاقه ارضيه. لما تسال اي حد عايز يقول لك عايز فلوس، الفلوس تحت تشدك لتحت. لو انت روحاني، تفكيرك روحاني، احاسيسك روحانيه، لما تجيلك الفلوس بتعرف ازاي تستغلها صح، بتعرف زي انك تستحقها، اما بنعمه ربك فحدث، ربنا عاوز يشوف نعمته عليك، شوف نعمته عليك، عاوزك تتحدث عنها من غير ما تكون بتفتخر، وفي نفس الوقت تخلي الدايره تلف وتساعد الاخرين، كده توصل للاتزان. لما انا عندي السبعه دول طب ازاي افتكرهم؟ قبل ما تنام بالليل اسال نفسك انا فين في السبعه دول؟ لو اديت اكتر في الجزء المهني اخباري مع اولادي ايه؟ لو اديت اكتر في الجزء العائلي اخباري مع زوجتي ايه؟ اديت اكتر في حياتي الزوجيه اخباري مع اصحابي ايه؟ اخباري مع شغلتي ايه؟ فانت يوميا بيحصل تقييم يومي عشان امشي متزن، لانك بتعملهم كلهم كل يوم anyway. بتعملهم كل يوم، كل يوم بتطلب حاجات من الله سبحانه وتعالى، كل يوم بتصلي، طب ما تصلي صح. كل يوم بتتعامل مع ناس، طب ما تتعامل معاهم صح. كل يوم بتشتغل الشغل، اشتغل خليك احسن حاجه في شغلتك. كل يوم عاوز تنتج، انتج احسن انتاج. كل يوم مع العيله، كل يوم مع الاصدقاء، خليك احسن حاجه. فانت بتسيب الناس احسن ما سبتهم عليه، تلاقي الناس كلها بتدور عليه، هتلاقي الماده والفلوس تنجذب اليك بقانون الرجوع. قانون الرجوع للواد ريتور او ذا لا اوف ريتورن، بيقول لك الحاجه اللي تحذفها ترجع لك بنفس النوع، تحذفها فوق تنزل لك بنفس السرعه. ادي القوه في قانون الرجوع. فلما تبعد حب يرجع لك حب، لما تبعد تسامح يرجع لك تسامح، لما تبعد احباط واكتئاب وقلق وتوتر يرجع لك انت من نفس النوع واكتئابك انت اكتر من اي حد تاني، وبعدين تصرخ وتخرج تدور على حباية أو حد يساعدك. إن الله لا يغار ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، التغيير من جواك مش من العالم الخارجي. وأنت تتحدث عن العلاقات، تحدثت عن علاقتك بنفسك وبالآخرين بمشغلك في العمل، حدثني قليلا عن علاقتك بزوجتك، لا أتحدث عنك أنت خصوصا وإنما عن العلاقات الزوجية. حدثني عن هذا السر الذي يربط اثنين ثم يستطيعان التواصل لسنوات طويلة. أنت مثلا أنت متزوج منذ 30 سنة وتقول دائما أنا سعيد جدا، لا أقصد شيئا، زوجتك هنا، ما هي هذه الوصفة؟ أوكي. يعني أنا متجوز، إحنا نعرف من 36 سنة، أنا متجوزين من 30 سنة تقريبا إن شاء الله، وإن شاء الله يكون قدوهم بإذن الله 30 سنين، وبنسافر كل حتة، وأنا أثبت أن الزوج ممكن يشتغل مع زوجته وممكن يسافروا سوا ويدعموا بعض. فإحنا نعرف بعض من وإحنا صغيرين، كنت انا وقتها بلعب بينج بونج، كنت انا بطل مصر، هي كانت بتلعب في نادي تاني، فتعرفنا على بعض، وفي نفس الوقت عائلتنا كانوا اصدقاء.
العلاقات الزوجية ياما هتشوف فيها تحديات، ان واحد من الاثنين هيبقى مش طايق التاني، او الاثنين مش طايقين بعض وعايزين يخرجوا، تحديات. لكن الهدف محدش ينساه، احنا جوزنا عشان نبقى مع بعض. في تحديات، تحديات في المال، في القيم، في الافكار، في الخبرات، في التجارب، في الاحكام، فتبص تلاقي، لكن الهدف واضح. الناس لما تقع في التحدي يروح الهدف، انا ما اروحش مني الهدف، لان احنا الاثنين نعرف من بعض من زمان. ولما حد يجي مثلا، انا هقول لك حاجه دي تحفه، مثلا يقول لي انا عندي اصدقاء، واحد مثلا موجود في بلد من بلاد العربيه، متجوز اربعه، حاج متولي، الحاج متولي، متجوز اربعه، الحاج متولي ده في التلفزيون، انت بتتجوز واحده بتلفك حوالين نفسك، اربعه يعني هتقعد تلف رايح جاي رايح جاي، هيجي لك تخلف وتحط من رسمه، اربعه تم بيوم ايه دول؟ انت يكون في الفه. انا رايي الشخص طبعا مش معنى كده ان لو انت عندك القدره وفي اسباب زي ما حطها الله سبحانه وتعالى وتقدر تعدل بينهم، خلاص دي حاجه الله سبحانه اداها لنا، ولكن حذرنا منها، ولن تعديلوا بين النساء ولو حرصتم، لازم نكون حريص في الحته دي. انا بالنسبه لي، بالنسبه لزوجتي، احنا بنتفاهم، احنا اصدقاء، بنسافر في كل حته. ما هي اولويات الرجل والمراه داخل الزواج؟ يبدو ان الاختلاف كبير. هو في، انت عارف، خليها الاول، ادي شجره، اعتبر دي شجره قدامك، شجره العلاقات الزوجيه. تحت خالص الجذور اول حاجه فيها الحب، بعدها على طول التقبل، تتقبل نفسك والشخص الاخر زي ما هو، مفيش حب مشترك، لازم تعمل كده عشان انا اقبلك، لازم تتصرف كده عشان انا اقبلك. فانت عندك الحب، عندك التقبل، عندك الاحترام المتبادل، تحترم افكار الشخص الاخر، تحترم ارائه، وبعد كده الثقه، تثق فيه، تثق في قدراته. لما تعمل دول، طول ما انت ماشي ادي الشجره في روحها، هتبص ليها، لازم يكون في تضحيه، لازم يكون في تضحيه في بعض الاوقات. انا افتكر لما جات لي غلطه وعيت وتحطيت في المستشفى، امال كانت قاعده على كرسي 48 ساعه لغايه ما اغمى عليها، مش عايزه تمشي، ما حدش يقدر يحركها منها، عارف ازاي؟ فلما تشوف انت كده بتقدر. هي كمان لما تعبت في الفتره اللي فاتت لما كنا في كندا، انا قعدت معاها في المستشفى، سبت كله وقعدت معاها، كان ممنوع لكن جبت بيها اذن، قعدت معاها في نفس الغرفه عشان اطمن عليها. فتبص تلاقي انت بتدي بتاخد من نفس اللي بتديه، فلما تلاقي الشخص اللي قدامك انت بتحترمه زي ما هو، هو بيحترمك زي ما انت، فبتدعموا بعض. فالنهارده لما اجي اقول لك العلاقات الزوجيه مبنيه على كده ولا لا، لما الشخص يبدا يركز على الشخص الاخر في حاجه سلبيه ويركز عليها وعاوز يكسب، بيبدا الخناق، بيبدا اختلاف في القيم. خد بالك ان الرجل والمراه بيختلفوا تماما عن بعض، طبعا احنا الاثنين الرجل والراجل بيختلفوا عن بعض، تخيل بقى الرجل والمراه. لو جيت بالنسبه للجزء بتاع المخ، الراجل بيفكر بطريقه متتابعه 1 2 3 4، المراه بتفكر بطريقه دائريه او حلزونيه. الله سبحانه وتعالى مدي المراه القدرات ان تعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت، هي اللي بتبقى حامل، فممكن تعمل وهي بتولد معاها بيبي، ممكن ترضعه وترد على التليفون وتغسل اطباق وتفتح الباب وتكتب فاتوره. الراجل ما يقدرش، هي واحده، هي حاجه واحده، فيكون بيتكلم في التليفون، مراته تيجي تقول له قول له لا اسكتي مش فاهم الكلام في التليفون، مش فاهم حاجه، لانها فاكره ان هو زيها. الراجل محتاج لوقت، فتره انتقال، لما يرجع من الشغل محتاج فتره انتقال، ان يقعد يصلي وبعدين ياكل ونام شويه ويقوم، وبعدين الانتقال وصل للبيت دلوقتي ممكن نتكلم في البيت. المرأة لا، ممكن تعمل انتقال بسرعه جدا عشان تقدر تحمي نفسها واولادها، فهي فاكره الراجل زيها، فيكون هو لسه راجع من الشغل، هي قاعده في البيت، هو لسه مفيش انتقال، تبدا بقى المشاكل، ابنك وقع من الدور الثالث، مش عارف ايه، في حريقه في الدور الرابع، ويروح خبطها بحاجه. فتبص تلاقي ان انا مش فاهم، الست من نوع المحدد، الراجل من نوع العام، الاثنين يروحوا يتعشوا عند حد، فهي تقول له خدت بالك من الستاره؟ يقول لها ستاره ايه؟ هو تركيزه في الاكل، عاوز ياكل ويمشي. هي شافت كل حاجه بالتحديد، شعر الست اللي قدامها، الستاره عامله ازاي، النجف عامل ازاي، طبعا ده تعميم، ولكن في فرق ضخم بين الراجل والست. خد بالك بقى، الاثنين مختلفين في النظام التمثيلي، بصري سمعي حسي. ممكن الست تكون نظام تمثيلي بصري، بتتكلم بسرعه، بتتحرك بسرعه، بتفكر بسرعه، بتاكل بسرعه، كل حاجه بسرعه في حياتها. الراجل ذو نظام تمثيلي حسي، كل حاجه بقى حسيسه، او العكس، هيختلفوا في فرق في الشخصيات، المعبر والقيادي والودود والمحلل. ممكن واحد فيهم يكون محلل، الثاني يكون قيادي، فدلوقتي في فرق في الشخصيات، غير كده في فرق في القيم وترتيبها. يمكن اتنين متجوزين، هي بالنسبه لها نمره واحد الاولاد، نمره اتنين تبص عندها ترتيب، بالنسبه للراجل ترتيبه نمره واحد بالنسبه له الشغل، فممكن يضحي باي حاجه عشان شغله، هي ممكن تضحي باي حاجه عشان اولادها. القيم واختلافها هيخليهم يختلفوا. عشان كده اللي انا بقوله للناس باستمرار قبل ما تتجوز،
حتى لو انت في بلد مش انت ما تقدرش تشوف مراتك في الاول ما تقدرش. يعني في بلاد كتير كده عندنا في البلاد العربية ما تقدرش تشوف زوجتك في الاول، لكن على الاقل ابعت لها الاسئلة دي، حد يكون يعرف نعرف قيامها، ايه اللي بتحبه ايه اللي ما بتحبوش، ايه اللي يخوفها ايه اللي يعصبها ايه اللي يسعدها ايه اللي يتعيسها. عايز اعرف، لانك لما تبقوا مع بعض الحاجات دي هتطلع، ولما تطلع هتطلع وانتم مش متدربين فهتقتلوا بعض. فالنهارده ادي شويه فروقات بسيطه بين الراجل والمراه بالنسبه لاحتياجات. المراه عاوزه الضمان والامان والحب، الراجل عاوز لازال عاوز دول، ولكن عاوز انجازات مستمره، عاوز يخرج ينجز، لان الراجل هو القوي، هو اللي بيخرج يجيب الاكل ويرجعه، ولما يجيب الاكل يرجع فالمراه تزرغط وتروح طبخاه. دلوقتي المراه هي اللي بتخرج بره وتعمل تجيب الاكل يا كمان، طب مين يزرغط؟ فدلوقتي اصبح مشاكل الاثنين بيتخرفوا، لان هي دلوقتي اصبحت قويه كده عضلات وكاراتيه وبتاع وبتروح تعمل شغل وفلوس وبتاع. مين اللي بيدفع الثمن؟ الاولاد. الاولاد بيدفعوا الثمن، لان ما فيش حد دلوقتي غير قليلين جدا مركزين فعلا الاولاد. انتوا الاثنين اخرجوا اشتغلوا مش مهم، لكن اول 7 سنين من حياه الطفل اكتر من 90% من قيمه بتتكون، لازم تعرفوا تكونوها صح. ما تسيبوش كده، ما تسيبوش مع اي حد، وانا هاخد قيمه من العالم الخارجي وبعدين هيدفعكوا الثمن تاني 7 سنين وبعد كده، وهترجعوا تصرخوا لما تلاقيه مش مهتم بالبيت، مش مهتم بذاكرته، مش عاوز يصلي، بدا يكتئب، بدا يتعب نفسيا، بدا يهجس، بدا يدخن من صغره، لان مفيش قيم، مفيش حد شايفه. فالشغل مش هينفعك ساعتها، ممكن تخرج تشتغل لما تهتم بابنك. انت عارف لما نيجي نفكر كده بتلاقي العيله تكبر متزنه في حب الله سبحانه وتعالى، لما تربي ابنك بتربيه دينيه ممتازه وفي اتفاق وفي عارف باستمرار مناقشات احنا الاثنين، تلاقي الابن يطلع يكبر عنده ثقه في نفسه، ما يخافش من الناس، فيقدر يتحرر ويقدر يتكلم. عشان كده الغرض كله بيبدا من العيله. انت كويس سالتني سؤال في العلاقات الزوجيه، لان انا وزوجتي متجوزين من اكتر دلوقتي من 30 سنه وبنشتغل سوا، وانا وريت للناس اهو ده، وانا بتكلم على النجاح زي ما كنت مع دارلين مونجومري في لويزيانا وبتسالني ايه اللي يديك الحق انك تتكلم على النجاح. انا ما بتكلمش على النجاح عموما، بتكلم على اللي انا عملته. انا بدات من تحت الصفر. جميل. وصلت لاعلى المراكز هناك بالنسبه للعلاقات الزوجيه، اهي نفس الست متجوز نفس الست من 30 سنه. مغيرش. لا اعرف الدكتور ابراهيم الفقي، لا اعرف دكتورا يتحدث بهذه السرعه ويفيد كل هذه الفائده. كنا سعداء جدا، انا والمشاهدين الكرام كنا سعداء جدا بهذه الفائده الجمه الكبيره. شكرا لك. تريد ان تقول كلمه في الاخير؟ انت عارف اني بحب اقول للناس باستمرار عيش كل لحظه لكنها اخر لحظه في حياتك، لان ممكن فعلا تكون اخر لحظه في حياتك. عيش الاول بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بتطابق باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، باخلاق الانبياء، بعد كده عيش بالفعل وعيش بالالتزام وعيش بالحب وقدر قيمه الحياه.